حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين، ومن عالم التكنولوجيا إلى تقريرنا الخاص عن سيارة الأسبوع. وقد اخترنا لك الجيل الجديد من سيارات نيسان ميكرا لنتعرف أكثر على مميزات هذه السيارة. تابعوا معنا هذا التقرير. نيسان مايكرا سيارة عريقة من شركة نيسان، بعود تاريخها لل 1980، معروفة بكثير من الأسواق بمارش. أما مايكرا كانت من أهم السيارات، معروفة بالتقنية الموجودة فيها، بالراحة وصغر حجمها يلي كمان عم يعطي إفكت كبير على مصروف البنزين. الخبرية الحلوة اللي صارت هلأ أنه هالسيارة لأول مرة بتنوجد بالسوق الخليجي، لأول مرة نيسان بالسوق الخليجي موجود بالبي سيجمنت، أما بالحجم الصغير يلي سعة الموتور عم يكون بال 1500 سي سي. هالسيارة عم تتنافس مع كتير مسيلاتها من شركات عريقة هون بالمنطقة، وفينا نقول انه من اهم السيارات بالنسبة لتوفير البنزين، بالنسبة للراحة بالسواقة، وبالنسبة للكنترول، وخصوصا بقلب المدينة بالنسبة للرؤية بالزجاج، ان كان الامامي الخلفي اما الجانبي. أما بالنسبة للداخل ففيها جميع وسائل الراحة، إن كان بالنسبة للأوديو سيستم يلي فيها 1 CD مع MP3 مع AUX Input مع 4 Speakers، حتى بالنسبة للAC جاي AC مرتب، الفتحات تبعوله متناسبة إنه تعطي هواء مناسب كمان ليلي قاعدين بالخلف، فمحطوطين ببوزيشن إنه يلي حتى إذا اثنين ركاب قاعدين قدام ما بيدقوا أبداً الأوتلتس تبع الAC تيوصال الAC بشكل مرتب للخلف. السيارة المكسورة تبعولها من أكبر المكسورات بالفئة تبعولها 1688 مليمتر، فمع أنه إذا نطلع بالشكل الخارجي منحسها أنه كتير صغيرة، بس بالنسبة للداخل والتصميم الرائع يلي اشتغلوا عليه النيسان أنه الداخل يكون أكبر شيء ممكن مع صغير المحرك، قدروا عملوا هيدي ووسعوا المكسورة وصارت الأكبر بالفئة تبعولها. القعدة بالخلف بيقدروا يقعدوا 3 أدلتس بالغين بالعمر بشكل كتير مرتاح، والصندوق الخلفي كمان أكبر صندوق بالفئة تبعولها مع 241 لتر بالنسبة للأمتعة. من الزوايد الجديدة الموجودة بهالسيارة الصغيرة الرائعة مثل المفتاح الذكي يلي بتقدر تفتح الباب من دون ما تشيل المفتاح من جيبتك، ووقت تصير بقلب السيارة بتقدر تكبس على البوش بوتن ستارت مشان تشغل السيارة، والبيسك حتى بيجي فيها الرنجات الألمنيوم ال 15 إنش. بالنسبة للي أعلى الفئة تبعولها الانتليجنت كي كمان بيسكر المرايات على الكهرباء، وفيها كمان الجريل من قدام جاي فيها الكروم تيعطيها شكل أفضل، ومنشوف أنه الشكل الايروديناميكي تبعولها حتى بالنسبة للسقف كيف عاملين التضليع بالسقف تيخفف الرجرجات وتيعطيها ثبات عالي على السرعات العالية. مايكرا الجديدة يلي هي جيل الرابع من السيارات جاية بتحسن كبير إن كان بالتكنولوجيا أما إن كان بالتصميم الخارجي والداخلي. جاي السيارة أخف، صار وزنها الإجمالي 945 كيلو، مع إنها أخف جاي فيها ثبات أعلى، فعلى الهايوي ما بنعطي الهم إذا على سرعات فوق 120 لأن الشكل الأيروديناميكي عم يساعدها إنها تكون ثابتة على السرعات الكاملة. السيارة البادي تبعولها جاي أقوى محل ما بيقعدوا الركاب ففيها أمان أكثر، حتى بتجي بيسك الأساسية بيجي فيها ABS و EBD والبريك أسيست ومع 2 إيرباكس، فمنشوف حتى مع صغر حجمها الاهتمام كان كتير كبير بالنسبة للسيفتي. تكنولوجيا كمان كانت بالباور ستيرينج، صار باور ستيرينج إلكتريك مع الكهرباء. الأفنتاج تبعوله أنه حسب السرعة بيشتغل، فإذا كنا ماشيين على الهايوي بسرعة 120 وخط مستقيم ما بنحتاج للباور ستيرينج أبداً، فما بيشتغل الباور ستيرينج، هيك بيأثر على الأداء وبيأثر على استهلاك البنزين. فسيارة مدروسة بشكل رائع من كل النواحي التقنية لتأثر للراحة ولاستهلاك الوقود.
شفنا احنا وياكم سيارة ميكرا الجديدة، صغيرة الحجم مثل ما انتبهنا، ولكن المواصفات يلي موجودة داخلها مواصفات كتير كبيرة وكتير عالية، وحتى مثل ما ذكر الأستاذ انه هي مواكبة كل التقنيات الجديدة، وهذه الشغلة المهمة. المواصفات نوعا ما ممكن نلخصها انه هي صحيح صغيرة، ولكن الكل بيقعد فيها مرتاح، الاي سي تبعها كتير مهم كمان، بيوصل لورا، سيارة اقتصادية مثل ما مبين ومثل ما كلنا بنعرف، خاصة للأشخاص يلي بيقطعوا مسافات كتير طويلة بين عملهم وبين بيتهم، وهذا الشيء طبعا بيساعدهم كتير. طبعا يمكن نيسان يمكن ركزت في هذه السيارة بالذات موضوع الاقتصاد وموضوع الحجم، وطبعا في يمكن في فئة من الناس مهتمة بهذا النوع من السيارات. بالفعل نحن حاولنا نوع موضوع السيارات، سيارات فخمة رياضية والسيارات الاقتصادية اللي بتناسب ذوي الدخل المحدود.